حمل ياسر رزق أحلامه على كتفيه، لم يرتكن لاسم والده كمراسل حربي ونقابي بارز. انطلق الجورنالجي الشاب يصنع ببلاغة قلمه ودقته وجرأته اسمه في شارع الصحافة. في عدد 9 يوليو/تموز من عام 1987 خرج إلى النور انفراده الأول عن أول طفلة أنابيب في مصر. ورغم صغر سنه المهني في ذلك الوقت، حجبت صفحة الرأي بالأخبار، ولأول مرة لصالح نشر الانفراد الموقع باسمه والمدعوم بصور من عملية الولادة الأولى من نوعها. الانفراد الأول الذي تناقلته وكالات أنباء عالمية لم يكن الأخير، ليصبح ياسر رزق في غضون سنوات معدودات واحداً من أبرز صحفيي جيله، ويقدم تغطيات صحفية ليس من داخل مصر فحسب، لكن عبر عواصم العالم ونقاط صراعه الملتهبة، من غزة إلى طهران، ومن زغرب إلى سراييفو، ومن الكويت إلى بغداد في حرب الخليج التي نقلها ياسر رزق حرفاً حرفاً. شوف، أنا علاقتي بياسر رزق الله يرحمه تقريباً سنة 93 لما أنا جيت وتوليت إدارة الشؤون المعنوية، وكان ياسر رزق في هذا التوقيت محرر عسكري لجريدة الأخبار وأخبار اليوم، وفي هذا التوقيت أيضاً كان محرر لرئاسة الجمهورية، فالاتنين دول كان لهم تأثير كبير في تكوين شخصية وفكر وعلم ياسر رزق. الفترة دي كانت الشؤون المعنوية بدأت تزدهر، وبدينا لأول مرة ينزل محرر عسكري كلية الدفاع الوطني وياخد لمدة سنة تفرغ. فياسر رزق من الناس الأوائل اللي هم نزلوا كلية الدفاع الوطني وخدوا شهادة الزمالة من كلية الدفاع. أستاذ ياسر رزق مش مجرد محرر عسكري، أستاذ ياسر رزق عارف الطيارة الأباتشي تزخيرها قد إيه، مدى الإصابة بتاعت البندقية الهيكلر الألماني قد إيه، عارف الدبابة الأمريكي الجديدة الإس 17 بتروح فين، بتمشي قد إيه في الجبل، تطلع قد إيه في مش عارف إيه. عنده قدرة غريبة جدا على الحفظ. ليه؟ لأنه بيحب الكلام ده. بالنسبة برضو لاشتراك ياسر رزق مع قوات حرب الخليج، وكانوا بيطلعوا من طلعهم كتير حفر الباطن، طلعوا حفر الباطن، قعد مع القوات، شارك مع الفريق صلاح حلبي الله يرحمه، كان قائد القوات العربية المصرية في حرب الخليج. كل الكلام ده برضو انت عارف انت بتخزن مخزون داخل هذا الإعلامي الصحفي، انه زي ما قلت لك علم زائد خبرة في المشروعات زائد يحضر حرب الخليج. كل الكلام ده طبعا كان له قيمة كبيرة. وياسر رزق خلال ال7 سنوات اللي انا كنت فيهم رئيس الشؤون المعنوية كان بياخد جائزة التفوق للمحررين العسكريين. هو مرة ارتقي ياسر رحمة الله عليه كان في صالة تحرير الأخبار، أعتقد كان في حوالي سنة 97، كان لقاء عابر يعني كده، لأن أنا كنت بتردد على الأخبار بحكم صداقة زملاء كتير. لكن مع بداية عملي كمحرر عسكري في الأهرام المسائي كان أول لقاء مباشر مع ياسر رزق في 98، وده كان ليه ذكريات رائعة. ده كان بداية قربي من ياسر رزق الإنسان والمهني حقيقي. عنده كل فنون وألوان الصحافة. أنا شفته جاب خبر مهم قبل كده، وشفته كتب مقال مهد يعني لمجريات ومتغيرات سياسية في البلد كتيرة، وشفته كتب مقال وكتب كتاب ورصد مذكرات وأسرار وكواليس، فهو صحفي شامل. ياسر كان بيشتغل عند القارئ، ياسر ما كانش بيشتغل عند المؤسسات الصحفية اللي نجح فيها. ياسر كان دايما عينه على القارئ، كان عنده هذه الخلطة انه هو يشوف الناس عايزة ايه وبتحب ايه وعايزة تقرأ ايه دون ان يخل ذلك بميثاق الشرف الصحفي. ياسر كان قارئا في كل مجالات المعرفة او معظم مجالات المعرفة،
كان مهتما بمجالات كثيرة جدا، لكن بطبيعة الحال تميز بالتركيز على الجانب العسكري، الجانب السياسي، المذكرات، السير، القضاء، التاريخ. شخصية المبادرة والمثابرة اللي كانت موجودة عند ياسر رزق هي اللي خلته دايما يبادر بان هو يقتحم الاهوال، وما عندوش مشكله خالص في ان هو يعني في شجاعه في القلب وفي شجاعه في الروح وفي سلام داخلي بيخليه مطمئن لما بيحصل مشاكل او يتقال له مثلا ان في تغطيه صحفيه في مكان فلا يهاب الموت.